عشر سنوات مضت على فكرة إنشاء جامعة الجدادية، شهدت خلالها رسوب الحكومات والمجالس المتعاقبة في استخراج شهادة ميلاد للجامعة التي تحمل اسم المغفور له الشيخ صباح السالم. مر خلالها أكثر من وزير للتعليم العالي عليها، ولكن دون أن ينجح أي منهم في تثبيت موعد افتتاح هذا الصرح العلمي، والذي يفترض به أن ينجح في تخريج الكفاءات في المجالات كافة ورفع مستوى التحصيل العلمي الجامعي وتحسين مخرجاته. التجديد للتمديد في إنجاز الجامعة من قبل نواب الأمة اليوم لخمس سنوات اقترن بتحويل أسباب التأخير إلى ديوان المحاسبة، فيما شهدت جلسة اليوم سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تم رفع الحصانة عن وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري في القضية المرفوعة من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الأسبق سامي النصف، بعد أن تبين وجود خطأ في تجميع الأرقام خلال جلسة الأمس. أغر مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم قانونين وحالهما للحكومة، وهما تعديلات على قانون محاكمة الوزراء والتمديد خمس سنوات لإنهاء إنجاز جامعة الشدادية. وكلف المجلس ديوان المحاسبة إعداد تقرير عن أسباب تأخير إنجاز الجامعة، كما سحبت لجنة المرافق العامة تقريرها حول مشروع هيئة الاتصالات. وشهدت الجلسة أيضا تنويه الرئاسة عن خطأ وقع من الأمانة العامة للمجلس خلال مناقشة بند رفع الحصانة البرلمانية يوم أمس، حيث تبين أن الحصانة رفعت عن الوزير عيسى الكندري لا كما اتخذ القرار فيه بإبقائها، وهي ما تعد سابقة برفع الحصانة البرلمانية عن وزير في الحكومة. بناء على الأرقام التي أعلنت من قبل الرئيس، بناء على الأرقام التي قدمت لي من قبل أمانة، لا ترفع الحصانة عنه، لأن التقرير ضد رفع الحصانة وله 17 صوت مقابل 16 صوت ضد، بعد مراجعة الأمر من قبل مستشارين المجلس، وهذا الأمر يتم في كل جلسة، تم الاتصال فيني وتم إخباري بأن الرقم اللي أعطي لي كان العكس، 16 مع التقرير و17 ضده، فنوهت وبالتالي ترفع الحصانة عنه. وحول تمديد الخمس سنوات لإنجاز جامعة الشدادية، أكد وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي أن قرار الوزارة يسعى بكل جهد لإنهاء الصرح الجامعي خلال الفترة الزمنية التي أقرها المجلس، كاشفا عن إمكانية تشغيل عدد من الكليات خلال هذه الفترة. أرى إنجاز، أرى يعني مباني قامت، وأرى بأن هناك حتى ب 2016 هناك بعض الكليات ستنتهي. سنعمل بكل طاقتنا وبكل جهدنا أن تكون هناك إن شاء الله يعني تشغيل لبعض الكليات، سنعمل إن شاء الله بذلك إن شاء الله. من جانب آخر، أثنى مقرر اللجنة التشريعية النائب عبد الكريم الكندري على تعديلات قانون محاكمة الوزراء التي سمحت للتظلم على بلاغات حفظ القضايا، والتي هي ديدن محكمة الوزراء حسب قوله. بعد التعديل الذي مر في مجلس الأمة أصبحت مسألة الحفظ هذه لن تكون نهائيا، وبالتالي يجوز للمبلغ أن يتقدم بتظلم للمحكمة مباشرة، هي محكمة الوزراء بالتأكيد، عن قرار حفظ اللجنة. لليوم الثاني على التوالي، ووسط أجواء من التعاون سادت بين السلطتين، استطاع المجلس والحكومة الانتهاء من تعديلات قانون محاكمة الوزراء، إضافة إلى التمديد لخمس سنوات لقانون جامعة الشدادية. حمد النبهان، مجلس الأمة، قناة الكوت.